محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 29,100 ميجا وات لأول مرة في الصيف، مؤكدا أنه لم يحدث تخفيف للأحمال أثناء ذروة أمس، فيما ناشدت الشركة القابضة للكهرباء المواطنين بالتعاون مع الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك دكتور محمد. أهلا محمد، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا دكتور محمد. يعني نأكد على المعلومة، هل الأمور اليوم تسير بشكل أفضل مما كانت عليه بالأمس، ولم تحدث أي خروج لأي محطة توليد كهرباء؟ بالتأكيد، ونؤكد أيضا أن أي انقطاع يحدث ليس نتيجة لتخفيف أحمال، وإنما الانقطاعات، وهذه الانقطاعات في الغالب بتكون بسبب ارتفاع الأحمال وارتفاع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. نعم. طب دكتور محمد، يعني أنت ذكرت أن يعني الحمل المتوقع اليوم هو 29,100 ميجا وات، هل يعني ذلك أنه ربما تحدث بعض الانقطاعات للتيار في بعض المناطق؟ لا يستطيع أحد بتوقع أماكن الأعطال. مرة أخرى نؤكد أن احنا وصلنا في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى أحمال وصلت إلى 29,100 قبل كده، وليس هناك تخفيف الأحمال. بقول تاني، ما لم يكن هناك أعطال مفاجئة، عارف حضرتك ممكن جدا تزيد الأحمال على كابل معين في مكان معين، يحدث انهيار، يحدث تعطل لأحد المحولات، ده أمر وارد. لكن على الفور طبعا من خلال رقمنا الموحد 121، من خلال أرقام الشركات على مواقعها على الإنترنت، بيتم التحرك فورا لفرق الصيانة وبتعمل اللازم في أي موقع. طب دكتور محمد، بنأكد يعني الأمور في جميع المحطات تسير بشكل جيد والوقود متوفر، وإن شاء الله لم تحدث كما حدث بالأمس. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وضحت الصورة الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك.